السلام عليكم. موجة من الغضب العارمة عمت مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر بعد اعتقال قوات الأمن الجزائرية اليوم الأحد لناشط سياسيين تظاهروا بساحة الشهداء ضد الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ووفقا لما نقلته وسائل إعلام جزائرية، أفادت زبيدة عسول رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي وهي العضو في حركة مواطنة، أن الشرطة أوقفتها وعددا من الرؤساء أحزاب سياسيين ونشطاء آخرين بحسب المتحددة، فإن الاحتجاج كان ضد ولاية خامسة للرئيس بوتفليقة ودفاعا عن الديمقراطية. وأدانت عسو ما وصفته بتعنيف المواطن المناضلين واقتدائهم إلى مخافر الشرطة، وقالت وهي الناطق الرسمي باسم حركة مواطنة إن ضباطا من الأمن الجزائري فتحوا محاضر لاستجواب المحتجين قبل إخلاء سبيلهم. وتابعت عسول أن المتظاهرين باغتوهم طوق أمني بساحة الشهداء في قلب العاصمة الجزائرية ومنعوهم من المسير وترويج دائرة محسوبة على الرئاسة الجزائرية لسيناريوهات عديدة، أبرزها تقديم الرئيس الحكم منذ قرابة 20 عاما لفترة رئاسية جديدة رغم أنه لم يعرب عن موقفه بشكل رسمي. ويبلغ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 81 عاما ويواجه متاعب صحية منذ الربيع 2013، وعلى ذلك يقول خصومه إنه لم يعد بإمكانه قيادة الدولة ولا إدارة شؤون مواطنيها، بينما يقول قادة وموالين للرئيس قادر على الاستمرار لمراحل أخرى. وفي مايو الماضي دعت 14 شخصية سياسية معارضة في الجزائر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى عدم الاستجابة لدعوات ترشيحه لولاية خامسة لأن ذلك سيكون محنة له ولبلاد. وقبل أيام صرح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاك جمال والد أن 26 حزبا سياسيا و8 منظمات تدعم استمرار بوتفليقة في منصبه وتساند ترشحه لولاية رئاسية خامسة. وفي الأخير نشكركم على حسن المتابعة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.